أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا فيكم معنا في طلعة جديدة من طلعات الغوص. طبعا طلعتنا اليوم على منطقة جبلية، المنطقة هذه كلها ممرات جبلية، راح ننزل تشوفون يميننا يسارنا كلها ممرات جبلية. طبعا الأشياء اللي نحن نتوقع نشوفها في المنطقة هذه سمكة الجين، الأنكليس، سمكة المهرج اللي يسمونها نيمو، واحتمال اذا شفنا اسماك جديده واول مره نشوفها في المنطقه هذه نحاول نركز عليها ونتكلم عنها بالتفصيل. طبعا الممرات الجبليه اللي راح ننزل عليها اليوم هي امتداد من جبال خورفكان. طبعا اليوم راح نتكلم عن معده من معدات الغوص. طبعا المعده هذه ضروريه في حركه الغواص. المعده هذه عندنا اللي هي زعانف. طبعا شو فرق بين الزعنفتين؟ لو تلاحظون الزعنفتين هذيله فيهن فرق في الشكل. طبعا الفرق بين الزعنفتين، الزعنفه هذه لو تلاحظون فيها فتحه، الفتحه هذه شو معناها؟ ان انا لازم وانتم بكرامه البس جوتي. شو فائده الجوتي؟ طبعا الجوتي اذا انا بنزل من منطقه صخريه وانا بمشي من الشاطئ لابس الجوتي هذا وانتم بكرامه يحميني من الصخور، او اذا كنا نازلين على منطقه رمليه وبالصيف والجو حار، طبعا ما راح احس بحراره الرمله على ريولي. طبعا بعد ما الغواص وانت بكرامه يلبس الجوتي يدخل ريله هني، لازم اول بدايه يرخي على الحزام. طبعا الحزام هذا يقدر يبطله ويركبه مره ثانيه. الحزام هذا يكون خلف الجوتي، وفيها لان الجوتي فيها نقطه بارزه، القطعه هذه تروح في النقطه البارزه اللي في الجوتي. هذه زعنفه اللي نحن نسميها بلغه الغواصين هاف فوت او نص حذاء. زين، وعنا الزعنفه الثانيه، الزعنفه هذه اللي هي كامله ما يحتاج غواص، انه مثل ما خبرناكم ما يحتاج يلبس فيها اي شيء. طبعا كيف يلبسها؟ في عنا طريقتين، الطريقه الاولى يدخل ريله ويسحب على ريله، الطريقه الثانيه انه قبل ما ينزل الطريقه هذه تكون الزعنفه يخليها الطريقه هذه، من يدخل ريله على طول مره يدخل ريله على طول يسكر عليها الطريقه هذه، تكون طريقة سهلة جدا للغواص. الزعنفة هذه سريعة، أنا ما راح أحتاج فيها وأنتم بكرامة الجوتي. أقدر ألبس الزعنفة على طول وأقدر أنزل فيها، وهذه أقدر أستخدمها عدة استخدامات. الزعنفة هذه أقدر أستخدمها في الغوص، أقدر أستخدمها للغوص السطحي أو مثل ما نحن نسميه السنوركلينج. طبعا حاليا قاعد تشوفون بدايتنا في النزول كالعاده، ونحن نازلين لازم ننزل ببطء شوي شوي، ننزل ونعادل ضغط الاذن. كيف نعادل ضغط الاذن؟ نمسك الانف ونتم نضغط كاننا نبغى نطلع هواء من انفنا، والهواء راح يرجع وين؟ على طبله الاذن، والطبله ترجع طبيعيه. طبعا الغوصه هذه راح تكون ماكسيمم عليها على عمق 13 متر راح نكون في الموقع هذا. طبعا حاليا بدينا ننزل، ومثل ما تلاحظون في عوالق في الماء. طبعا هذا اللي احنا نسميه الدلخ. وقت الدلخ الرؤيه تقل. في الحاله هذه شو يستوي بين الغواصين؟ المسافه اللي بينه وبين بعض المسافه تقل، ما تبعد المسافه وايد من بيننا. مثلا في الايام العاديه اذا الرؤيه حلوه مثلا بيني وبين صاحبي يكون 3 4 متر لين 5 متر، ما عندي اي مشكله على حسب الرؤيه. بس حاليا في الاجواء هذه المسافه لازم تقل بيني وبين صاحبي. ليش؟ على مثلا انا الف وجهي شويه يمين ولا يسار عادي انه ربيعي يختفي عندي وما اشوفه، فلازم تكون المسافه قليله وسرعتنا لان نتحرك بسرعه بطيئه ونكون كل شويه كل واحد يطالع الثاني.
طبعا عشاق الغوص اللي غايصين في الخليج العربي واللي غايصين في خليج عمان راح يلاحظون فرق وايد في المغاصات. طبعا المغاصات اللي موجوده في مدينه خورفكان ميزتها ان المغاصات صخريه، كلها مغاصات صخريه. اما المغاصات اللي موجوده في الخليج العربي اغلب المغاصات رمليه، اذا فيها مركب غرقان او فيها مثلا مشد معين موجود في المنطقه. اما كغوصه في الخليج العربي المناطق كلها رمليه، اما مدينه خورفكان بالذات فيها مغاصات جميله جدا، كلها اراضي صخريه وشعاب مرجانيه. طبعا الغوص مش غريب على اهل الامارات، اجدادنا كانوا اول من مارسها بحث عن اللؤلؤ وحبهم في اكتشاف البحار، وحاليا صار الغوص ترفيهي. اتمنى اي شخص ما غاص يجرب هاي الرياضه لانه راح يحس بشعور جميل بعد ما تشوف عجائب خلق الله سبحانه وتعالى تحت الماء. طبعا اخواني قبل ما نبدا نغوص في عندنا قواعد اساسيه نحن لازم نعرفها. شو القواعد هذه؟ اول شيء نظام الزماله من اهم انظمه في الغوص، يعني ما بغوص روحي، لازم يكون زميلي موجود معي. رقم اثنين انه لازم نحن نشيك على بعض، هو يشيك على معداتي وانا اشيك على معداته، نتاكد ان حزام الاوزان مكانه صح، طريقه تبطيل حزام الاوزان لا سمح الله اذا صار اي امرجنسي اي شيء صار فينا طارئ نعرف كيف نبطل حزام الاوزان، ونتاكد ان سلندر هو مبطل كامل. يعني مرات شو يصير، ناس مستعجلين يبون ينزلون يغوصون ينسون يشيكون على بعض، فينزل غواص وهو نازل على سطح الماء يتفاجئ ان اللي هو مش مبطل عنده، فهني لازم الغواص قبل ما ينزل يتاكد ان اموره كلها طيبه وكلها تمام. اذا اعتمدنا واهتمينا على نظام الزماله ما راح تصيبنا اي مشكله لا سمح الله في الغوص. لو تلاحظون قدامي سمكة الانكليس حاليا بدأت تتحرك، طبعا لو تلاحظون انا ما تقربت منها وايد لان الوقت هذا وقت ان السمكة هذه حصلت على طعام وراح تاكل. الوقت هذا اذا انا تقربت عليها عادي السمكة هذه تكون عدوانية، فنحن هني بعض الحالات بعض المواقيت نحن ما نتقرب من الاسماك، نبتعد عنها لان يكون وقت الغذاء عندها، عادي السمكة تدافع عن الضحية اللي عندها وتهجم عليك ما عندها اي مشكلة. طبعا كيف انا اقدر احافظ على درجه حراره جسمي؟ طبعا لما نحن ننزل العمق مثل ما خبرناكم قبل ان درجه الحراره تكون قليله جدا، يعني بروده عاليه في العمق، فهني انا لازم انا ابدا احافظ على جسمي، البس بدله خاصه للدرجه هذه. مثلا
اذا انا بنزل الصيف عندي بدله من نص ملي الى ملي ونص، ما عندي اي مشكله، انا اقدر البس البدله هذه في الصيف. بس لما يجي الشتاء، في الشتاء لازم انا البس بدله اقل شيء 3 ملي، لان الماء يكون بارد وايد والبدله هذه تحافظ على حراره الجسم. طبعا اذا انت غايص وحسيت بعدم الراحه وقلق، انا افضل ان على طول الغواص يلغي غوصته، لان ما راح يرتاح في الغوصه، طول الغوصه راح يكون متضايج وحالته حاله. فانا افضل اي غواص في اي لحظه حس بقلق بضيجه انه يكنسل الغوصه، يقدر يغوص يوم ثاني والثالث ما عنده اي مشكله، افضل من انه ما يغوص ابدا. طبعا اذا الغواص كان مريض ومزتشم وعنده التهاب في الجيوب الانفيه ما يقدر يغوص. ليش ما يقدر يغوص؟ لان لو هو غايص بيكون عنده ضغط في الطبله، كيف بيعادل الضغط اذا هو مثلا عنده التهاب والجيوب الانفيه فيها التهاب؟ يعني ما راح يقدر يعادل ضغط الطبله. فهني ما ننصح الغواص يغوص، نتمنى انه ما يفكر ابدا ابدا يغوص وهو عنده التهاب في الجيوب الانفيه. والغواص لما يكون في العمق ما ننصح الغواص انه يكتم هو ابدا، يعني ما يكتم نفسه ابدا. ليش؟ اذا كان في العمق مثلا، مثال اذا كان على عمق 15 متر وهو كتم الهواء، احتمال هو قاعد يصعد شوي شوي بدون ما يحس. ففي اللحظة هذه عند الهواء اللي موجود في الرئة، الهواء هذا قاعد يتمدد، يعني كل ما ارتفعنا فوق يقل الضغط، والهواء اللي موجود في الرئة الهواء هذا قاعد يتمدد. فشو راح يصير؟ راح يصير تمدد في عضلات الرئة. فنحن نقول للغواص ممنوع منعا باتا كتم الهواء أثناء الغوص. طبعا على طول الغوصة مثلا عندنا مرات نحن نغوص على أماكن فيها تدريج، يعني بكون على عمق مثلا، بكون على عمق 10 متر، بعد ذلك راح أنزل على عمق 15 متر، بعد ذلك راح أنزل على عمق 20 متر. يعني في الغوصات هذه لازم أنا كل شوية أعادل طفويتي. ليش لازم أعادل طفويتي؟ إذا أنا نازل شو راح يصير؟ الهواء اللي موجود في البدلة الهواء هذا راح ينكمش من الضغط، فلازم أنا أدخل فيه هواء جديد عشان يعطيني طفوية مرة ثانية. العكس صحيح، وأنا طالع إذا أنا مثلا عدلت طفويتي على عمق 20 متر وأنا طالع على عمق 15 متر، لازم أنا أفضي الهواء اللي موجود في البدلة، طبعا بكمية بسيطة عشان أعادل طفويتي. ليش؟ الهواء اللي موجود على 20 متر يبنى على عمق 15 متر راح يكون في تمدد في الهواء، فالبدلة راح الهواء اللي موجود في البدلة راح يكون أكثر. فهني أنا لازم أفضي الهواء اللي موجود في البدلة وأعادل طفويتي مرة ثانية وأغوص على عمق اللي أنا فيه. يعني كل ما طلعنا وكل ما نزلنا في غوصاتنا لازم نعادل طفوياتنا. طبعا هذه سمكة فقل اللي أمامكم، طبعا سمكة فقل هذه تعتبر صديقة الغواصين، يعني كل غوصة نغوصها نشوف السمكة هذه ترحب فينا في المنطقة هذه. والسمكة هذه فيها ميزة أنها تعيش وحيدة، ما تعيش مع سرب أو مجموعات، وموجودة وايد على المناطق اللي فيها الشعاب المرجانية والأعماق، مثلا على المراكب نحصلها على شعاب المرجانية وعند الصخور. Thank you.
طبعا دائما ننصح وجود صندوق الاسعافات الاوليه في الطراد. طبعا الاسعافات الاوليه كل مكان مو بس في الطراد، فما بالك اذا انت كنت موجود في البحر ولا سمح الله حد تعرض للجرح، تعرض مثلا شوكه دخلت في ايده وصار له شيء، على الاقل انت عندك صندوق وتقدر تحافظ على الشخص هذا او انك تسعفه. وغيره بعد نستخدم الاكسجين النقي، طبعا عندنا سلندر صغير يكون سلندر اخضر، هذا اللي يكون موجود فيه اكسجين 100%. شو يفيدنا هذا؟ هذه بعد في حالات الطوارئ، مثلا حد تعب وحد صار لاي موقف ولازم نحن مثلا نعطيه اكسجين لما نوصله البر ولا لما نوصله مثلا عند الاسعاف او وين ما نوصله. فاهم شيء ان الامور الاسعافات الاوليه كلها لازم تكون موجوده في الطرات، صندوق الاسعافات الاوليه واكسجين نقي 100%. طبعا حاليا امامنا خيار بحر، طبعا الكائن هذا دائما يكون موجود على المناطق الرمليه، يعني كل غوصاتنا اللي غصناها وينا صورنا لقطه على المناطق الرمليه تشوفون خيار بحر موجود فيها. طبعا عندي نصيحه للغواصين المبتدئين اللي دات في الغوص، طبعا الغواص الجديد لما يغوص ويا اي مجموعه مع اي شخص جديد عليه لازم يخبر شو قدراته، انه ما يخجل، ما يقول والله انا عندي مشكله مثلا في الطفويه، انا عندي مشكله في ضرب الزعانف، عندي مشكله في الامور هذه. بالعكس لازم هو يتكلم مع الشخص اللي موجود معه، ان كان مدرب ان كان مساعد مدرب، شو ما كان الشخص اللي هو راح يغوص معه، لازم هو يخبر شو قدراته. مثلا طالعين رحله شباب ينزلون على عمق 25 متر. والغواص هذا عنده ليسن المبتدئين، هو الليسن الاولي. طبعا عشان انا اغوص على عمق 25 متر لازم اكون عندي الليسن الرخصه الثانيه اللي هي الدوره المتقدمه، فانا ما اقدر اغوص معاهم على عمق هذا، فهني لازم انا ما اخجل اني اخبي الموضوع هذا، لا سمح الله انا نزلت معاهم العمق هذا 25 متر وانا اصلا ما بجاهز اني انا انزل في الاعماق هذه، فلا سمح الله اني امر باي موقف طارئ اني انا ما اعرف كيف اتصرف. فهني دائما نقول حق الغواص لا تخجل، لازم تخبر الشخص اللي موجود معاك شو الامكانيات اللي انت عندك وشو اللي تقدر عليه تسوي. طبعا ما نغوص اذا المنطقه اللي نحن رايحين لها المنطقه هذه فيها تيارات قويه، نتجنب الغوص في المناطق هذه، لان ليش؟ مجرد ما انا انزل من الطراد راح اشوف نفسي ابتعدت عن منطقه النزول مسافات بعيده بالمئات الامتار. فنحن دائما نتجنب ان الغواص ينزل يغوص في المناطق اللي فيها تيارات. طبعا اذا انت كانت عندك خبره وعندك هذا التخصص اني اقدر اتعامل مع التيارات ما عندك اي اشكاليه. طبعا بعد مهما كان حتى لو عندك انت تخصص عندك حدود معينه فقط. الطلاب اللي يتخرجون عندي انا دائما انصحهم انهم يمارسون الغوص، يعني ما يتوقفون عن الغوص. طبعا قانون الغوص بعد ما تكمل 6 شهور اذا انت ما غصت اي غوصه لازم ترجع تسوي اعاده تاهيل عند مدرب اللي دربك او اي مدرب ثاني، تخبر المدرب هذا تقول لي يعني انا ما غصت صار لي اكثر من 6 شهور، فهني انت لازم تسوي لك اعاده تاهيل وبعد ذلك تقدر انت تغوص. المنطقة هذه تتميز بوجود الممرات الجبلية الضيجة، والغوص في الممرات الضيجة محتاجة مهارة عالية في الطفوية
وطريقة تحريك الزعانف تكون مختلفة. هاي الطريقة نستخدمها في الممرات والكهوف لأنها ما تثير الأتربة، وحتى حجم الزعنفة تكون أصغر. طبعا ليش أنا أحتاج أني لما أمر بين الممرات الجبلية ليش أنا محتاج مهارة طفوية عالية؟ والحركة بين الممرات لازم تكون انسيابية، لأن احتمال على الأطراف في كائنات بحرية شوكية ونتأذى منها أو نكسر الشعب المرجانية الموجودة في المنطقة. والغواصين معروفين بحذرهم تجاه البيئة البحرية، وهم عارفين أن الشعب المرجانية محتاجة سنين عشان ترجع تنمو مرة ثانية. بالنهاية أتمنى للجميع غوصة آمنة، وما ننسى إذا غصنا غوصة وقتها طويل أو العمق كان كبير ما ننسى وقفة السلامة اللي هي على عمق 5 متر لمدة 3 دقائق. وبعد ما طلعنا من الماي طبعا أول ما يطلع راسي من الماي أبدأ أعبي بدلة معدلات طفوية عشان أقدر أكون فوق الماي وارتاح لما يوصل المركب أو لما أني أنا أوصل على الشاطئ. أعزائي المشاهدين، مثل ما تابعتوا ويانا الحلقة اليوم، الحلقة كانت في الممرات الجبلية، أتمنى أنكم استمتعتوا بالحلقة اليوم. طبعاً إخواني لو تلاحظون اليوم أن الرؤية تعبانة شوية، طبعاً تأثيرات الرؤية من شو؟ الرؤية تتأثر أول شيء من المد والجزر والهو الشمال، طبعاً من يومين كان عندنا هو شمال، طبعاً معروف بعد الشمال يوم يومين 3 أيام الرؤية تكون شبه معدومة، فدائماً الغواصين لما ينزلون يحسبون أنهم ما ينزلون بعد الشمال، أو إذا نزلوا بعد على حظهم أن الرؤية كانت معدومة أو شبه معدومة. طبعاً هنا الخبرة تلعب دور في المنطقة هذه، تقدر تغوص في المنطقة يعني ما تحس أنك أنت ضايع ولا أي شيء، ليش؟ الخبرة هي اللي تلعب دور في الأوقات هذه.
أتمنى أنكم استمتعتوا اليوم باللي شاهدتوه بالممرات الجبلية، بعض أنواع الكائنات اللي صورناها اليوم، وإن شاء الله في الحلقة الجاية راح نكون في موقع ثاني.